ملكة سقلي مديرة عامة ديال مختبر بيوكوديكس ماروك. قررنا باش ننظموا هاد لا كونفيرونس دو بريس بمناسبة لا جورني مونديال دو ميكروبيوم اللي كانت لو 27 جوان dernier. Et justement, l'objectif de la conférence de presse, c'était de sensibiliser le grand public à l'importance du microbiote, le microbiote maoui ou tawazun dialou. Le microbiote ou le microbiote li tentaish ou maha film sran diana. Et justement, comme a fait le docteur Louali li atah de la conférence de presse, l'ahemmiya dial le microbiote intestinal ou l'ahemmiya dial tawazun ou l'hifad ala tawazun dialou bi tardiya. مناسبة وسليمة وباش الواحد يحضي من الأدوية اللي غير مناسبة وغير ما يتشاور مع الطبيب ديالو وغير ما يتشاور مع الصيدلي ديالو لأنك كاين شي أدوية اللي الواحد ما خصوش ياخدهم هو الراس وخصو ديما يتشاور مع الطبيب ديالو ولا مع الصيدلي وهذوك الأدوية يمكن لهم يخلقوا خلل في التوازن ديال الميكروبيوت المعوي إذنك مهم الواحد يحضر راسه من هذاك الخلل وديما يحافظ على الميكروبيوت بتغذية سليمة.